تستمر فعاليات أيام قامشلو الثقافية في كردستان سوريا، والتي تنظمها مكتبة القلعة وبإشراف من هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية. فعالية أيام قامشلو الثقافية تضم بين جنباتها وخلال 10 أيام عروض سينمائية وأخرى موسيقية وجلسات حوارية ثقافية، كما أن الشعر والقصة والرواية حاضرة في هذه المناسبة وبقوة. أما عن هدف المناسبة فبحسب منظميها فإنها لتقريب وجهات النظر بين مكونات المجتمع في كردستان سوريا. الآن نريد أن نرهن للعالم وللمواطن الذي يعيش في قامشلو، هناك مكونات أخرى لها عاداتها وتقاليدها ومبدعيها، كالمبدع اليوم شاهدنا فيلم الأستاذ مانو خليل، عملاق من عمالقة السينما العالمية، واستمتعنا بهذا الفيلم، كان الفيلم ناجحا، استمتع الجمهور وتم النقاش. البارح كان في فيلم، بكرة عندنا موضوع ثقافي مفتوح، كل واحد حر، بدنا نطرح مواضيع ثقافية، لماذا الثقافة عندنا متدنية في روجافا؟ رغم ما تتعرض له مناطق كردستان سوريا من تهديدات تركية وأخرى اقتصادية تتمثل في انهيار الاقتصاد، إلا أن الإقبال على فعاليات أيام قامشلو الثقافية موجود، وأهالي المنطقة من مثقفين وشباب ومهتمين وسياسيين يتواجدون بشكل يومي في أمسيات هذه الفعالية. حقيقة هكذا نشاطات تضيف نوعا من التغيير والحياة إلى المدينة في ظل ما نعيشه في ظروف صعبة الآن، طبعا ولها تأثير على الحالة الثقافية على في الوسط الثقافي، هي بهجة في حياة الناس اللي بيتعبوا طول النهار ليجوا يجتمعوا المساء هون يشاهدوا فيلم، يسمعوا قصيدة أو يسمعوا موسيقى. هلأ كتظاهرة ثقافية طبعا أكيد مثل ما بيقولوا أي كتاب مهما كان فأكيد رح تستفاد منه شيء، يعني فأي تظاهرة ثقافية أكيد رح يكون لها أثر إيجابي. يعني تنمية الثقافة المجتمعية هي إحدى أهم ركائز مواجهة الصعوبات في أي بلد. تعددت الفعاليات الثقافية في كردستان سوريا علها تؤتي بثمارها على الوضع العام في البلاد. أيام قامشلو الثقافية هي أيضا تظاهرة فنية واجتماعية وثقافية تضيف للمجتمع في كردستان سوريا جديد على مدى 10 أيام ستستمر هذه التظاهرة. لزاغروس تي في أختي نسعد قامشلو.